هدخل. لا ما تطيح الشيء كنب. صافي ما لابد الخمس نطلب من السلطات يجيو يشوفوا حل هذه، راهي الناس راح تموت، راهي دي مليار قدا ساكن لهنا، راهي عندنا نقول خمسه ديار على الاقل مينيموم، فيهم واحد فيها اربعه ديار، عندهم اربعه في العائله، اربعه في العائله راح تموت كل هذا بالكوليرا هذه، شنو كوليرا هذه باش نقول لك؟ والله الفوز لازم لي حل هذا، شوف الوالي، شوف سبريفي، شوف حتى واحد، شوف حتى العساس يديروا حل هذا البلوك، يديروا له حل. راهو تشوفوا فيه بعينيكم لهنا، فهمتينا ما خليت وين رحت انا. فهمت راني ما خليت السلطات كلها، رئيس البلديه ذا قاعد يتمسخر بينا، يجي لنا يجيب مسؤول تاع البلديه يحطه لنا يقول لي تو نشوف تو نشوف، جو المقاول يقول لي انا ما خلصونيش، قلت له انا قال لك احنا خطتنا نحن هذه دور البلديه وين نروحوا نحن تو؟ رانا في حاله مزريه، رانا في شهرين كيما هكا، الذراري ما يقدرش يخرجوا عندنا ملايكات، اسكو المسؤولين هذوما اللي حالتنا كيما هكا يقدروا يعيشوها هما ولا ما يقدروش؟ نطلب من المسؤولين يشوفوا لنا السلطات يشوفوا يديروا لنا حل المشكله ذا درك يديروا لنا حل، خاطرش درك عدنا نحلوا البيبان باللي راهو الماء مخلط حشاك بالمياه القذره، ما لقينا ما ندنوا وراهو عدنا نشموا في ريحه الشياط في الديار، ما عدناش قادرين نحلوا البيبان، يديروا لنا حل، كل ما تجي العين كيما هكا والعين ما مسخ، كون جا نظيف معليش نقولوا نسيقوا، والله ياك نهار سيقت وانا بيديا، حشاك هزيتو بالواحد فرقت البلوك وزاد عاود رجع كي صبت النو، يديروا لنا حل.